طيب بالنسبة بقى للحكم الإعدام اللي تم إلغائه، أندرو جيرجس كان قتل في أسوان، والحقيقة الواقعة بتعود لتفاصيل الواقعة العام 2021 لما الأجهزة الأمنية بأسوان كشفت غموض حول واقعة مقتل سائق توك توك اللي هو أندرو بغرض السرقة، واتقتل بعدة طعنات، وكان قسم شرطة ثاني أسوان تلقى البلاغ، وبعد كده عرفوا أنه الشخص ده أندرو عنده كان 19 سنة، الجاني كان تم القبض عليه وهو اسمه صالح ومقيم بذات المنطقة، وبعدين طبعا الحكم جه بالإعدام، وجينا دلوقتي نبص ونفاجأ بأنه تم إلغاء حكم الإعدام. أعتقد معانا والدته دلوقتي على التليفون، أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك أستاذة منى. طبعا ربنا يعزيكم يا رب وربنا يصبركم. أنا عارفة أن أكيد هذا الخبر أحيا الألام طبعا فقدان أندرو، إيه اللي حصل بالضبط؟ وإحنا يعني إحنا كده الواقع كانت 21، قوليلي كان إمتى تم الحكم بالإعدام، وبعدين دلوقتي إيه اللي حصل جديد علشان يتم إلغاء الحكم؟ تفضل يا أستاذة منى. يعني بعد ما اتنفذ حكم، بعد ما طلبنا إحنا بحكم الإعدام والمحكمة حكمت والمفتي أيد الحكم وخلاص، وسافرت القضية لمحكمة القاهرة تحت النقض، نتفاجأ أن النهاردة يعني 4 سنين أندرو مقتول. هو اسمه صلاح، صلاح محمد حسين حفوي، ده اللي هو الجاني واتقبض عليه. واتقبض عليه والحكم كان في وجوده، يعني كان اتحكم عليه وهو مقبوض عليه وفي السجن حاليا. تمام. اسمك واعترف والتحريات والاعتراف ان هو وراء ارتكاب الواقعة. طب ايه اللي حصل؟ المحامي اللي معاكي قال لك ايه الفكرة؟ لغوا الحكم ليه؟ مش عارف المحامي بتاعه قدم حاجة جديدة، بس ايه هي مش عارفين. حضرتك يعني هو اساسا اندرو ليه كان 10 ايام ما طلعش بالتوك توك. الضابط اللي كاتب التحريات كاتب بيقول انه طالع يتغول على فريسه، يعني مش قاصد اندرو، واخد اندرو من المنطقه ذات نفسها يا استاذه منى. ايوه هو اللي معايا ان هو كان استدرجه وبزعم توصيله للمدينه الصناعيه الجديده بناحيه اسم تاني اسوان، وبعدين تعدى عليه بالسلاح الابيض. فايه فكره يعني يقصد يعني دلوقتي الحاجه الجديده ان هو فكره انه ما كانش مستهدف اندرو بالتحديد؟ طب بس في جريمه حصلت وفي شاب اتقتل. هو في التحقيقات في التحقيقه في التحريات الضابط كاتب ان صلاح مش قاصد اندرو، بس هو قاصد اندرو. انا اقولها قدام العالم كله، اندرو كان ليه 10 ايام ما طلعش بالمكنه، وصلاح يوم ما شاف وطالع من المكنه في اليوم ده. هو كده. انا تقريبا يعني من كلامك اقدر استشف انه غالبا، لانه طبعا حكم الاعدام بيكون لازم يكون فيه سبق اصرار وترصد، فهو هنا المحامي بيلعب بالحته دي ان هو ما كانش قاصد اندرو بالتحديد، هو كان قاصد يسرق توك توك، فهو اندرو اللي جه في سكته علشان يلغي حكم الاعدام. ان هو واخد اندرو طالع يتغول على فريسه مش قاصد اندرو. الكاميرات استاذه انا يا استاذه منى اللي من اول الشارع في كاميرات، وفي اخر الشارع العمومي بره في كاميرات، هو مستنيه في النص في لفه في الشارع كده. طب يعني هو كان في سابق معرفه بينهم؟ طيب لا ما هي دي اللي بيلعبوا بيها. المهم بقى المحامي اللي معاكو يحاول طبعا فكره انك انت النهارده في ضحيه، والضحيه دي وفي القتل وسرقه، وانه يحاول طبعا انه يصحح الموضوع ده. يعني يا استاذه منى تقرير الطبيب الشرعي اندرو واخد 34 طعنه يا ربي، يعني الدرجة عايز ايه تاني؟ ده اندرو واخد 34 طعنه وكسر له رجله وكسر له جمجمه مخه. ايه حاجات تانية عايز. ما هو القانون والتشريع ان هو بيقول لك كده، يعني هو بيقول لك ان هو لكن ان شاء الله المحامي ويكون القاضي برضو يعني. لا استاذه منى انا ان كان على اساس هيعيد القضيه من اول وجديد، لا انا هتكلم بقى ومش هخاف من حد وهتكلم قدام العالم كله. هو قاصد اندرو بالذات في يمكن 25 توك توك ولا 30 توك توك معدي، يعني الفيديو اللي وهو واقف ومنتظر، هو عدى كذا توك توك وهو راح ترصد اندرو.
استاذه منى ده الشارع عمومي، ده موقف طيب كويس، فدي كويس، دي حاجه في صلحك، وان شاء الله مش يعني مش هنتسرع في الموضوع، لانه احنا دلوقتي ده محامي بطعن او استأنف والدنيا دلوقتي واتلغى الحكم، ولكن مين عارف يمكن ربنا يسهل بشغل المحامي باثبات طبعا ان هو عدى كذا توك توك، وبعدين هو ترصد لاندرو بالتحديد. كل دي حاجات يحددوا لكم ميعاد الجلسه الثانيه امتى؟ 2/10. طيب من هنا ل 2/10 مع المحامي، وهنتابع معاكي، وباذن ربنا ربنا يظهر الحق يعني، وحق اندرو يجي بان اقل حاجه انه يتاخد يعني يتحاكم بالاعدام الاخ صلاح ده. استاذه منى ده عليه حكمين، عليه حكم قضيتين سرقه قبل كده، جديد محكوم عليه بسنه وغرامه 1000 جنيه، والقضيه الثانيه اتحكمت عليه 10 سنين. تمام. لا ان شاء الله يعني حضرتك يعني ان شاء الله يتم الاجراءات لاعاده المحاكمه مره ثانيه بان تكون في صالح حضرتك. بطالب الدنيا كلها، انا عايزه تنفيذ حكم الاعدام على صلاح محمد حسين، انا 4 سنين مستنيه. عندك 4 سنين. ربنا يطبطب يعني على قلبك ويبرد نارك، وان شاء الله هنتابع معاكي في الجلسه اللي جايه، وهيبقى لينا لقاء تاني ومتابعة، وإن شاء الله توصل لفعلا العدل وحكم الإعدام على هذا القاتل. بشكرك شكرا جزيلا، وربنا يكون معاكم يا رب، وأنا عارفة أنه ده صعب أن أنت 4 سنين لسه هتنتظري تاني، بس إن شاء الله الحق والعدل ينفذ بإعدام هذا المجرم.